نفس الوقت اجماع على نعمل السياسه بالفوتوشوب. سمير الطيب مناضل في الجامعه منذ الثمانينات وفي الاتحاد العام لطلبه تونس. سمير الطيب استاذ جامعي مشهور له بالكفاءه، طلبت اولاد الشعب وله محامين قضاة الاساتذه. سمير الطيب استاذ دافع وحماس طلب المناضلين في عهد الاستبداد. وسمير الطيب نقابي وكيل الاتحاد العام التونسي للشغل، عياء هو يدافع على حقوق زملائه. وسمير الطيب مناضل سياسي ضد الاستبداد ومعروف لدى الجميع بمواقفه وكتاباته كمناضل مستقل وكقيادي في حركة التسليم. سمير الطيب بعد عطاه جاري ما بدلش المبادئ اللي ناضل من اجلها من هو صغير. سمير الطيب كيفنا الكل في المسار الديمقراطي الاجتماعي، كيفنا الكل معتز بالنموذج التونسي، معتز بجذوره، معتز بعمقها التاريخ، معتز بعريقها، معتز بحنا بعض، معتز بابن خلدون، معتز بالمواليديات، معتز بخير الدين باشا، معتز بمحمد علي الحاجي، معتز بفرحات حشاد، معتز بالحبيب القيمه، معتز بالفاضل بن عاشور، معتز بمجال التحويل الشخصيه، معتز بالاسلام التونسي المعتدل، معتز بالمساواه بين الجنسين، معتز بالتعليم العادل المجاني، معتز بالتغذيه الاجتماعيه، معتز معتصم هوني بالحق النقابي، معتز بحق الاضرار، معتز بالحوار الاجتماعي. سمير الطيب عمر وانا تونس ونطيح مكينة شعبها قدام بقية الدول كبيرة أو صغيرة، كبيرة أو مستحقة، رقم الاستعمار ويوظف فيها الاستعمار. سمير الطيب كيف المسار الديمقراطي الاجتماعي شوكة في حلق العملاء، شوكة في حلق المتهاونين، شوكة في حلول أدوات القيادة. نحن في المسار الديمقراطي الاجتماعي حنا في كل المواطنين نقولوهم لكل الأمم لكل الشعوب، تونس للجميع، تونس للجميع، تونس صوت الجميع. نطلب منكم تحية قوية، تحية متوية، تحية مزدوجة، المزيد من التغيير من رب سمير الطيب.
كما يقولوا فرنسا اللي يقصد يقصد دار كبيره. ونشوف الناس كل كلام اليوم باش نقولوا الكلام اللي قاله احمد الصديق مضبوط عليه حد شيء. الشيء اللي جمعنا اكثر بكثير من الشيء اللي فرقنا. ويقول من الغباء ان اذا مؤمنين بهذا ان تقاوم بعض بعضنا. ونحب نقول حاجه، راهو الالتقاء الانتخابي ماهوش غايه، الالتقاء السياسي هو الاهم. اليوم التقاطعات السياسيه هي التي يجب ان تجمعنا. لقاءاتنا عديده وستكون عديده. احنا في 14 جانفي هبطنا مع الجبهه الشعبيه، وفي 9 ابريل كنا في دار الحرب من اجل تونس، وغدوه لازم نكون الكل مع بعضنا في تحرك ميداني لمناهضه العنف او الدفاع عن المكانه اللي نخافوا عليها برشا، مكانه المراه التونسيه حره تونس. نحب نهني كذلك جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية، ونتمنى لهم النجاح في أشغال المؤتمر نتاعهم اللي ينعقد في اللحظة هذه. ونرحب بطبيعة الحال بكافة الضيوف، وكما قال قبيلة هلور كان ننسى ورجلين كان ننسى واحد كان نغشش برشا. كلكم نحبوكم وكلكم أصدقائنا وكلكم في القلب، ما دام الشعارات التي تحب بكم هي شعارات جميلة، ونحن معا لتحقيق هذه الشعارات. اليوم ما نحبش نحكي برشا خاطر حكاوا برشا سياسه، سالتي في الاخر المثل السياسيه، لكن احنا موجودين نقولوا نحن نحطوا الاعصاب في العزله دائما وابدا، وما عندناش بدائل وما عندناش درشنوة، في حين ان الحاكمين الان هم يحكمون دائما بالنموذج اللي خلاهولهم الدكتاتور بن علي. لم يخرجوا عن نموذج التنمية ومثال التنمية اللي يحكم به بن علي 23 سنة، لم يغيروا شيئا، ولكن هذاك نموذج بن علي يسيره كما يشاء، هما دخلوا فيه ووحدوا والقوم يعملوا. واليوم كان الواصل على طريق هذا، راهو طريق هذا خطير، لأن اليوم تشوفوا الوضع الاجتماعي أي كان فيه اليوم يعيشوه التوانسة. اليوم التوانسة يعيشوا وضعية صعبة جدا. أنا قمت بمقارنة كلمت أصدقاء في فرنسا، زيد بعض الأسعار لبعض المواد الأساسية في فرنسا اللي ما نعرفش ربما السميك نتاعها 7 أو 8 مرات قد تونس، ولكن في الأسعار قرب برشا لبعضنا، لأن كيلو البطاطا في تونس قارب وناهز الزوج دينارات، كل شوية 1 يورو تاخذ فيه كيلو بطاطا في تونس، معناها التونسي المسكين اللي يخدم في الحضايق 250 دينار ما عساه ان يفعل. والتونسي حتى اللي يحكيو عليها الطبقه الوسطى وهي مفخر تونس مسكينه قاعده تتهرى وهي في طريقها الى الفقر. اليوم 2,400,000 تونسي تحت خط الفقر، هذوما اللي يهمونا ويعنينا، ويجب مجهود تضامن وطني كلنا باش ما نخليوش التوانسه هذو تحت اللي ما يزميها بتاعته حتى حد. السقف اللي حطيته الفورة هذه وهو الكرامة لكل التونسيين ما هوش